دي لان ده هيديك ايه يا بنتي؟ هيديك حريه انك انت عارفه المخزن وانت داخلاه. مش هتتعالي وتقعدي كل يوم تجلدي، كل يوم يا بنتي احمد بيه ولا اللي هو طارق ولا فلان ولا علان ويجي يبرد عليك، انت على انا هاجي ابص لليافطه. ده ضابط شرطه صح؟ وانا اصلا مهندس يعني كلمه مهندس مش معرفش حاجه، لكن لما انا اليافطه خلاص مش محتاج مش هقول لك حاجه خالص، لان انا عايز يافطه مكتوب فيها الاعداد والكميه. دي بقى حاجه دكتوره؟ نعم. دي عايز يافطه على الصنف نفسه ايه هو والكميه الاعداد. دكتور فيصل محمود جوده وكيل وزاره الصحه بالسويس، والنهارده حابب اقول اكثر من رساله لشعب السويس. يمكن في السويس عدد المواطنين يقرب من المليون، عدد اصاباتنا في معدلات الطبيعيه لجمهوريه مصر العربيه ويمكن من اقل المحافظات الاصابه، يمكن حالات الشفاء تعدت 50% من حالات الاصابه، حالات الوفاة يمكن عايز أقول إن هي كلها حالات متقدمة جدا في العمر فوق 60 و70 عام، ومعها أمراض أخرى مثال ضغط وسكر وفشل في القلب والكلى. عايز أقول رسالة الطمأنينة دي يصحبها رسالة أخرى وهي الالتزام من قبل جميع الأفراد والمواطنين بالإجراءات الاحترازية اللي عملتها الحكومة المصرية، من سواء تعليمات الحظر، سواء عدم التجمع في أماكن زحام، ارتداء الكمامة للحفاظ علي كمريض وعلى الملاصقين ليا من الأهل وكل اللي أنا بتجمع معاهم، غسيل الأيدي المستمر، تطهير الأسطح يمكن اتكلمنا كتير فيه بالمية والكلور بنسبة 9 لـ1% كلور لجميع الأسطح اللي ممكن تلامسها إيديا. عايز أقول برضو أنا بشكر كل أطباء السويس، بشكر كل الأطقم الطبية، مش أطباء بس، الأطباء والتمريض والعمال والإداريين على هذا المجهود الرائع. هم بالفعل بيحاربوا وفي على خط النار، بشكرهم شكرا جزيلا وايديا بايديهم، وبعمل جاهدا انا وكل الجهات التنفيذيه سواء في وزاره الصحه سواء في محافظه السويس على توفير الواقيات الشخصيه. ويمكن ده بنوضح بيه ان الواقيات الشخصيه حسب الاجراءات اللي بتتخذ بيتم توفيرها سواء في المستشفيات سواء في الاماكن الاداريه. والتواصل مستمر بيننا وبين الأطقم الطبية وبيننا وبين المواطنين، وربنا يعدي الفترة دي إن شاء الله على خير، وقت عصيب في زمن على العالم كله ويمكن على جمهورية مصر العربية، ولكن إن شاء الله دعواتنا بإن ربنا يحفظ مصر ويحفظ شعبها العظيم.